أهلا بكم مشاهدين عبر جولتنا في أعمدة الرأي والمقالات، نستهلها من الصفحة الأخيرة من صحيفة التيار وزاوية حديث المدينة مع الكاتب والصحفي عثمان مرغني. جاءت اليوم تحت عنوان تربية بدنية أم سلوكية. ابتدر عثمان مرغني هذه الزاوية بقوله: لم يشرع الإسلام العبادات لمجرد إرهاق الجسد أو إشهار الولاء، بل لصياغة سلوك الإنسان على المستوى الشخصي والمستوى العام. السلوك المؤسسي والمحك في استيفاء العبادات أن تحقق الهدف منها وليس شكلها وتجسيدها. من ضمن هذه العبادات صلاة الجمعة التي تعد من أهم تمارين الإعداد للعمل المؤسسي الجماعي وفق شروطها ووصفها الذي جاء في القرآن والسنة. وبدأ بجراءات الاستعداد بالاغتسال، ثم تخير اللبس النظيف الجميل، وتجنب الطعام ذي الرائحة النفاذة كالبصل، والتطيب بأفضل عطر، ثم السير بهدوء ووقار إلى المسجد وعدم تخطي الرقاب والصمت والإنصات إلى آخر المطلوبات كلها لضمان إحكام السلوك المؤسسي العام، بما في ذلك أداء الصلاة خلف الإمام بانتظام الصفوف والاقتداء به وعدم تجاوزه في سلوك أقرب للتربية العسكرية الصارمة. مضى الكاتب وهو يقول: هذه العملية لا تقتصر على الفترة الزمنية التي يقضيها المصلي بين جدران المسجد، بل تمتد لكامل إجراءات الدخول والخروج من سور المسجد الخارجي ثم أبوابه الداخلية، وتجنب رمي أي نفايات أو غيرها، لتدربه على تمديد هذا السلوك في كامل تفاصيل الحياة. ويرتقي السلوك المؤسسي بمراعاة الآخر، المريض الذي ربما يتوكى على عصا، أو الكبير، أو حتى الطفل الصغير. كل هذه الشروط والواجبات ليست لإكمال أداء صلاة الجمعة على وجهها الصحيح، بل للتدريب على مثل هذا السلوك الراقي خارج المسجد في الحياة العامة حيثما وجدت. يقول عثمان مرغلي: المؤسف ليس فقط تجاوز المصلين لكل هذه المطلوبات الحتمية، بل إن الأئمة الذين يدبجون الخطبة أسبوعيا لا يرون أن من واجبهم رفع مناسيب الوعي لدى المصلين ليدركوا الحكمة من الصلاة الجماعية وعامة والجمعة بصفة خاصة. ختم زاويته وهو يقول: من الحكمة أن ينتبه السادة أئمة المساجد أن العبادات ليست مجرد حركات جسدية، بل شعائر قصد بها ترفيع السلوك الخاص والعام للإنسان، فإذا لم يتحقق الغرض منها صارت مجرد رهق جسدي ومالي ينفق في تشييد المساجد لا يفيد أي شيء.